وكاميرا صباح الخير يا مصر هتاخدنا ونشوف اجابات الناس في الشارع على السؤال ده، يعني شكلها عامل ازاي، بياكلوا ايه ولا بياكلوا ايه قبل ما يناموا تحديدا. وهنشوف في بعض ممكن يكون بينام خفيف، ده اللي هنعرفه مع بعض. خلينا نشوف حضراتكم الناس قالت ايه ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور ريهام صفوت. ناس كتير بيكونوا محتارين ياكلوا قبل ما يناموا ولا الافضل ان الانسان ينام خفيف. نزلنا سالناهم في الشارع يا ترى بيفضلوا ايه، وكمان ايه هي العادات الخاطئه اللي ممكن يعملوها بتسبب لهم زياده في الوزن. تعالوا نشوف راي الناس كان ايه. بتاكلي قبل ما تنامي ولا بتحبي تنامي خفيفه؟ بحب انام خفيفه، بتغدى متاخر فما بتعشاش. الوجبه اللي بتقع مني العشاء، يعني ساعات باكل قبل ما انام وساعات لا. لا طبعا الانسان ينام خفيف، انا ما اقدرش اكل بالليل. افضل الانسان ينام خفيف صحيا اكتر يعني. ينام خفيف؟ لا انام خفيف احسن، لو لقيت بشاميل مثلا هاكل كتير. والله ممكن اكل السلطات، يعني سيزر سلطة، السلطات اللي هي الخفيفة، كل البروتينات زي اللحوم والفراخ. الفراخ أو اللحوم. شايف إيه تاني ممكن يكون غلط بنعمله مثلا إحنا وقت الأكل، بناكل حاجة غلط أو كده بتسبب لنا مشاكل صحية بسبب الأكل؟ الحاجات المقلية أو النشويات. كل أكل حاجات اللي هي مش صحية دي. بكتر في الأكل. المكرونات والرز. باكل براحتي جامد وبشرب مية كتير. وطبعا الشوفان دايما موجود. عندي وجبة الغداء دي أساسي، لحوم وبروتينات فيها. مثلا هقسم وجباتي وآكل وجبات صحية اللي أنا ما أتخنش وأسبب الجسم على كده. بابا قال لي لما تخس من وانت صغير احسن ما تحاول تخس وانت كبير.